الجزيري للحارس سيف الدين الشرفي الحذر، والتغطية واجبة من جانب دفاع الافريقي مع تواجد ابرز لاعبي الجيش الرواندي في مناطقهم، واللعب على توزيعات طويلة في اتجاه ميكينغا في الاثناء مرة اخرى الجهة اليمنى لهجوم الافريقي، والكرة ترجع من جانب ايمانويل الظهير الايسر للجيش الرواندي. الافريقي يسترجع الكره، كره ذهبيه بلال الخفيفي واحدث الفارق، الهدف الاول للنادي الافريقي. فريق باب جديد يهتدي للتسجيل في الربع ساعه الاول، قلنا الافريقي قريب لطفي من احدث الفارق، او اكد ذلك بلال الخفيفي في مرمى الحارس كيماني. احدث الفارق هذا المهم بالنسبة للإفريقي في الشوط الأول، إنهاء مسألة التأهل، وإن شاء الله إضافة أهداف أخرى أمام الجماهير وهذه المتابعة على الوطنية الأولى. أحدث الفارق لبلال الخفيفي في التوقيت 14 دقيقة لعب، وقت اللي يكون موجود في فورما أسامة دراجة تمهيد، وبلال الخفيفي صعبة هذه كرة، وتمهيد كان من مختار بالخيطر، مختار بالخيطر الجزائري، أسيست ممتاز إلى بلال الخفيفي، كرة ممتازة لبلال الخفيفي حطها صعبة على الحارس إيف كيميني، بداية ممتازة للنادي الإفريقي، تشجيع ممتاز.